المنطلق من تحته حسام غالي في المكان الفاضي اتحرك حلو قوي غالي جوه ال 18 لو استلم عمر جول خطيره جول 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 الهدف الاول عبد الله السعيد هو اللي بيحرجم من البدايه عشان يحط منتخب مصر في المقدمه بهدف من ثلاث تمريرات وسعوا المساحه وفكوا الطلاسم اللي كان عاملها ادريس تراوري المدير الفني مع البدايه بانتشار جيد للعبته انما خبرات عبد الله السعيد بص التمريره من الاول قلت صاحب القرار الهجومي من وسط الملعب يفرق كتير قوي حسام غالي اتحرك في مكان بعبقريه واحد يقول لك مش مكانه مش في الدنيا هي دي العبقريه اللي بنتكلم عليها ان يروح في اماكن خاليه من الرقابه هو ده اللي عمله غالي ورؤيه مصطفى فتحي عملها له حلو قوي وعرضيه منتهى الجمال والروعه تعدي من عمر جابر كويس لان عمر جابر ما كانش معدول لو استلم كانت ممكن تضيع منه جاي بوش بقى عبد الله السعيد عشان يحطها زي ركله الجزاء 1-0 لمنتخب مصر جون سليمه 100% كان في واحده في الشوط الاول مروان حب ياخد كده مع اول ربع ساعه انما ابراهيم يمكن ماشي قال مفيش اي حاجه ماكسيم جول 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 الهدف الثاني عبد الله السعيد مع الدقيقه 58 عبد الله السعيد بيسجل واحنا بنتابع اول ربع ساعه من ال 45 دقيقه الثانيه عبد الله السعيد بص شوف عبد الله بيعمل ايه يا ولد يا ولد يا ولد حلو حلو حصل جاب أدامة سوادوك حارس المرمى ومركز يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر يبقى الدقيقه 58 دقيقه 22